البنات كي دايرين؟ لاباس بخير، هانيين، مرحبا بكم في قناه ام انتصار. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الاكله، الكبسه عزيزه عليا وقلت نشاركها معكم ان شاء الله. وبسم الله غنوريكم الدجاج. المهم راكم عارفين الطريقه باش كنوصلوا بالحامض وسكينجبير. عندي هنايا ها كيلو ونص ديال الدجاج مخلط ومقطع الفخيضات، طريفات من الصدر، طريفات من الجناب، مهم خلط. وهنا الفخيضات كنغسلوه مزيان، ها هو ومقاد. التوابل ديالنا عندنا 10 توابل: الكلورفل، البزار، قزبو، حبوب، مطحون، قعقله وبسيبيسه، خلطتهم وطحنتهم، سكينجبير، القرفه، الملحه، الخرقوم، عود، كمون، فلفله حمراء. هادشي كله معلقه صغيره عامره، معلقه صغيره عامره. عندنا السمن، وعندنا هاد الزبده باش غنشحروا البصله، عندنا زعفران شعره. سخنا شي شويه وحكيتو بين يديا. عندنا نص كاس ديال زيت المائده. عندنا هاد البصله باش غنشحروا الدجاج، نشحروها هي الاولى هدا باش نديروا الدجاج. عندنا هاد البصله كنديروها الشنانف وكنقليوها في الاخر، هادي ها، وكنسخنوا الزيت مزيان وكنقليوها حتى تتحمر. كنديروها غير الزواق، هادي كنشنفوها غير الزواق، كتجي في الحقيقه البنات رائعه، كتجي بنينه بنينه بزاف. كنشنفوها بحال هكايا ها، ونديروا لها شويه الملح ونخليوها حتى نكملوا وتطيب لينا الماكله ديالنا كلها. عاد باش كنقليوها ونزوقوا بها. عندنا الرز ديالنا ها هو تزكتو من البارح، كديرو بسماتي. انا درت روز عادي البنات اللي عندي في الدار، هو اللي درت وفزكتو من البارح. قلت لكم في الليل اللي فزكتو درت كيلو ديال الروز، وهنا قلت لكم كيلو ونص ديال هادشي. هادو هما المقادير اللي عندي. وعندي اللوز باش غنزوق، غنفسخو، ندير الماء الطايب ونفسخو ونقليه في الزيت هو للتزيين. هادو هما المكونات ديالي كاملين. ان شاء الله غنشحر دابا ونوريكم كيفاش نشحر. اول حاجه البنات طريقه التحضير. دابا هاد التوابل ديالنا غنشرملو بهم الدجاج، كلهم غنديروهم في الدجاج. هانتوما البنات غنشرملو بحال هكايا، يدخل لينا التوابل ديالنا، تدخل لينا في كلشي في هاد الطريفات ديال الدجاج. واللي بغات ترقدهم بواحد ساعه ماشي مشكل، باش يدخلوا لنا التوابل ديالنا مزيان تتكون طريقه احسن. ما نديروا لهم نشرملوهم ونخليوهم واحد شويه. تنديروا الزبده ديالنا البنات، نتسناو عليها تذوب، ديروا نص كاس ديال الزيت، أو التحريك حتى تذوب لينا ديك الزبدة ديالنا. تنديرو البصيلة ديالنا لي شنفنا، هاهي نشحروا فيها حتى تتحمر. هانتوما البنات البصله ديالي تحمرات وطاحت مزيان. كنزيد واحد المعلقه ديال السمن هايا، وكندير الثومه البنات. ما قلتهاش لكم في الاول، تتبقى اختيار، كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغيش في الرز. انا درت 3 بصوص ديال الثومه، كتبقى لكم اختيار اللي بغا كيديرها اللي ما كيبغيهاش ما يديرها. شوفوا اللون ديال البصله ديالنا كيولا. دابا غندير الدجاج ديالنا، ها هو البنات. الريحه يا البنات كتطلع واحد الريحه صافحه مقزينه، كتشهي الريحه ديال الكبسه، كتطلع زوينه مع داك الكلورفيل وداك التوابل ديالها، كتطلع بزاف الريحه.
ديك المرات اللي كاينة كنبيعهم هنا الدجاج ديالنا كنخليهم يتحمرو في الماء ديالها ونبقاو نقلبو فيهم ونمرقو صافي كنمرقو البنات غير شوية في الماء منمرقوش باش غنديرو الروز لا لا نمرقو باش ما يكونش لنا الحل بزاف غادي يطيب لينا ديك البنة وداك الماء فاش غيطيب الدجاج صافي حتى نحيد الدجاج وغنوريكم عاوتاني كيفاش غنديرو غنديرو داك الماء فاش غيطيب الروز دابا غنبقاو نستمرو نشحرو مزيان الدجاج ديالنا ونبللوه ها انتما البنات الدجاج ديالنا تقلى مزيان شوفوا اللون ديالو كي داير والريحه رائعه في الحقيقه تتحمق كتحمق البنات جربوها وردوا عليا دابا غنبلل بالماء السخون انتما البنات ما نديروش الماء ديالنا على الدجاج نديرو في الجلد انتما على الجلد باش ما يحيدش لنا التوابل ماشي طايب وكنحركو بحال هكايا ها انتما البنات ما نديروش الماء بزاف يطيب لنا باش يطيب لنا بنين حتى نبغيو نديرو الرز نزيدو عاوتاني الماء لاصوص ديالنا ها هو البنات اللي غنديرو فيه الرز هو هذا الدجاج ديالنا هو حيدناه هو حطيناه في الإناء ديال الفران هذا هو فاش غنحمروه شو تبارك الله اللي ما بغاتش تحمر شو تبارك الله كي تيبان في اللون تيبان اللون ديالو زوين واخا ولكن انا كيعجبني محمر غنحط الزبده ديالي فوق منه باش يجي رطب باش الفران ديالنا ما يكرموش ولاصوص ديالنا هو هذا غنكبوا الرز ونخويو الرز ديالنا البنات ها هو الرز ديالنا ها هو خويناه هاد لاصوص ديال اللي طايف فيه الدجاج كاين اللي كيعبر هكا الرز ويدير القياس ديال الماء ديالو كيضعف الماء ولكن انا يا عيني ميزاني ها نتوما يا كان مثلا ها هو الرز ديالنا غندير الماء حتى يتغطى بواحد 2 سنتيم وكنقصو البوطه بشويه كيجي هو هذاك البنات انا الماء ديالي غنديرو دابا نوريكم الماء ديالي طيبته طايب هاهو 2 سنتيم ديال الماء باش كيتغطى هو هذا غنسينو عليه يطيب غنقص البوطه على الاخر الطبق ديالنا ها هو البنات شوفوا كي جاكم جا غزال تبارك الله ما شاء الله الدجاج ديالنا والبصله اللي قلت لكم مشنفه هي قليتها وزينت بها واللوز ديالنا قليتو ها هو التزيين ديال الطبق ديالنا وما تنساوش البنات دعموني بلايكات ديالكم ولي جيم باش يوصلكم كل الجديد ديالي والفيديو القادم ان شاء الله بالسلامه عليكم.